السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية حابب اعرفك ان الفيديو ده كالعادة موجه فقط للاهلاوية، عشان كده لو انت اهلاوي قلبك جامد اهلا وسهلا بيك. وسهلا نخش على طول في اخبار النادي الاهلي، ما تنساش لايك عشان نوصل لاكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا. يا سيدي التحفيل لم خلاص، التحفيل بقى بيلم، واي حد عايز يظهر على السوشيال ميديا او عايز الاعلام يجيبه ويطلع يحفل. جميل جميل انك تحاول تشوف اي حاجة تلقط فيها رزقك او تاكل عيش او تشوف لك سبوبة، ولكن العيب كل العيب انك عن طريق الجهل بتاعك تخلط الدين بالتحفيل اللي انت بتعمله. الاخ الصفتي اللي اتكلمنا عنه قبل كده اكتر من مرة، وقلنا يبدو ان النجيلة، من كتر النجيلة اللي سفها من فلافيو ومن متعب، بقى عقله زي عقل حفظكم الله يعني البهائم. الصفتي النهاردة اللي بيقول ومش عارف ليه بتدخل الدين ويوم عظيم زي يوم عرفة ووقفة عرفة في التحفيل القذر بتاعك. الصفتي اللي كتب على صفحته وقال: سألوا أهلاوي في يوم عرفة ما أحب ساعة لقلبك، فبكى الاهلاوي حتى ابتلت لحيته وقال: الرولكس. يعني ده واحد بعيدا انه كان لاعب دون المستوى، وزي ما بقولك كان بيسف في التراب من طوب الارض، مش متعب وفلافيو بس، لكن الجهل يخليك انك تخش تعجن وتخلط ما بين الرياضة وما بين كرة القدم وتحفيل كرة القدم في يوم عظيم زي يوم وقفة عرفة. هل ده يعقل؟ هل القنوات، معلش يعني، اللي تحت بير السلم اللي بتستضيف الصفتي واللي منهم قناة نادي كبير، ايه رأيكم؟ هو على فكرة عامل كده عشان انتوا تستضيفوه، لان انتوا حاطين كده كاتيجوري للي عايز يخش القناة لازم يشتم في الاهلي ولازم يتريق على الاهلي ويعمل ترند وبعد كده نبدأ نستضيفه. حد يقول للجاهل ده قبل ما تستضيفوه بعد كده ان يوم عرفة ده يوم عظيم عند كل المسلمين؟ تخيل لما يكون في امة فيها حوالي 2 مليار 3 مليار شخص مسلم، ويطلع شخص جاهل زي ده يحفل على يوم زي ده ويدخله في تحفيل كرة القدم. انا مش هقول غير جملة واحدة بس: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لان الوباء والبلاء اللي احنا بنشوفه في ايامنا دي اكيد ده مش جاي كده هباء، لا، في زي الصفت كتير عالم جهلة بتتريق باسم الدين. طيب تعال نروح لسيطرة الزمالك على الإعلام المصري أرضا وجوا وعلى الحيط كمان. الزمالك دلوقتي يا جماعة بقى مسيطر على أكبر القنوات الرياضية، والإعلام الزملكاوي مسيطر بالطول والعرض على الإعلام المرئي. مش بس كده، لا، ده راحوا كمان سيطروا على الاعلام المسموع، الاذاعة اون، خلاص اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا اصبحت كلها زملكاوية، خلاص ما فيهاش غير شوبير بس، تصحى الصبح خالد الغندور، بعدين شادي عيسى، وفي قبل كده المحمودي، وفي عادل سعد، وفي امة لا اله الا الله، كلها الزملكاوية متجمعين في اذاعة اون. حتى اذاعه الشباب والرياضه، اذاعه الشباب والرياضه من بعد العيد هتبدا برنامج اذاعي من اول شهر اغسطس اسمه احلى صباح، من الساعه 8 لحد الساعه 10. مين اللي هيقدم احلى صباح؟ كابتن ميدو. ميدو هيقدم احلى صباح من 8 ل 10، من 10 ل 11 ابراهيم عبد الجواد الزملكاوي، بعد كده فاصل، بعد كده استوديو تحليلي للمباريات اللي كان بيقدمه كريم حسن شحاته هيقدمه هاني هتحوت. فنقول عليها اذاعه الزمالك اف ام، مش الشباب والرياضه او اون اف ام، لا، نسميها اذاعات الزمالك اف ام. لا في اهلاويه في الشباب والرياضه، ولا في اهلاويه في اذاعه اون غير كابتن احمد شوبير.
تعال نروح لعمرو أديب. عمرو أديب صعب عليا جدا امبارح وأول امبارح. عمرو أديب فقد الأمل، فقد الأمل في فريقه، فقد الأمل إن فريقه يبقى يعني يتسبب في فرحة في يوم من الأيام بالنسبة لعمرو أديب. عمرو أديب امبارح اللي قال لك خلاص ما بيدهاش بقى، هات يا ابني عالم الأهلي اما نرقص وفرحة بالنادي الأهلي. عمرو أديب اللي احتفل امبارح مع احد مغنيه ومطربي المهرجانات عمرو عمر كمال، واللي هو برضو زملكاوي، ولكن كان كل اللي في الاستوديو اهلاويه اجبروهم ان هم يرقصوا معاهم احتفالا بالبطوله العاشره. ومسك عمرو اديب علم النادي الاهلي واستسلم اخيرا ورقص بعلم النادي الاهلي احتفالا بفوز النادي الاهلي بالبطوله العاشره. البعض بيتكلم على ان بطولة الاهلي لا قيمة لها على الاطلاق، والبعض ده من غير ما نتكلم ونقول انتمائه، هو معروف انتمائه ايه، زملكاوي. البعض شايف ان بطولة افريقيا هي بطولة هي الاضعف، وبطولة الدوري المصري الممتاز هي الاقوى. مش بس كده، لا ده بطولة السوبر المصري اقوى، وبطولة السوبر المصري السعودي اقوى، وبطولة كأس مصر اقوى من بطولة افريقيا. طب ما تيجي كده اوريك الفرحة بتاعت خالد الغندور، فرحة خالد الغندور بالسوبر المصري، المباراة اللي اقيمت من مباراة واحدة، او البطولة اللي خدوها من مباراة واحدة في ابو ظبي عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية. بطولة لا بتودي ولا بتجيب، بطولة تشريفية، بطولة تشريفية فقط، لا بتودي لكاس العالم للأندية ولا حتى بتودي لكاس العالم في البطيخ. تعالى كده نسمع خالد الغندور بيقول ايه. ده خالد الغندور يا جماعة. الله اكبر واخدين بطولات الحمد لله. ده واحد يا جماعة كسبان سوبر وعامل فرح وعامل هيسة وعامل زيطة عشان كسب سوبر، سوبر مصري بضربات الجزاء كمان، يا ريته بمجهوده، لا ده بضربات الجزاء. فاوعى انت كاهلاوي تخلي اللي زي خالد الغندور او زي الدرديري او شادي عيسى او واتيفر ايا كان الشخص، اوعى تخليه ينجح انه يقلل من احتفالاتك او يقلل من فرحتك. العالم كله عارف قيمة يعني ايه تكسب بطولة قارية. واذا سألت اي نادي محترم، اي نادي محترم، حط تحت كلمة محترم دي مليون خط، مش نادي بتاع بليلة، لا اي نادي محترم، اذا سألته بطولة قارية لدوري الابطال ولا تاخد الدوري المحلي عندك، هيقول لك طبعا البطولة القارية. لو سألته يورجن كلوب تكسب دوري ابطال اوروبا ولا تكسب الدوري الانجليزي، هيقول لك لا بطولة دوري ابطال اوروبا. فاذا الناس اللي زي دي ما تديش ليها اي اهتمام، لا هات لها بس حاجة كده تبين لها هما كانوا بيفرحوا بايه وانت دلوقتي بتفرح بايه. طيب السيد عمرو الدرديري الذي يمثل نادي الزمالك ونادي بقيمة نادي الزمالك وهو متحدث رسمي، انا ما اعرفش هو بيتكلم باي عقل واي منطق، لكن يعني ايه من وجهة نظر الدرديري ان قيمة محمود حمد الونش تعادل قيمة محمد صلاح؟ يعني ايه بجد والله انا بسأل، يعني ايه بتعادله في ايه بالظبط؟ قيمة فنية، طب ده لاعب في مركز وده لاعب في مركز. قيمة مادية، انت بتقارن ايه بايه؟ انت بتقارن ايه بايه يا درديري؟ يا درديري احترم عقل المشاهدين بتوعك، مش هقول لك الاهلاويه لان الاهلاويه عقلهم يعني محدش بيضحك عليه، لكن انا بقول لك احترم عقل المشجعين بتوعك او المتابعين بتوعك. الناس مش هتفضل تصدقك على طول الخط. محمود حمدي مين اللي هيساوي صلاح ويساوي قيمه صلاح؟ ولو احترف يبقى من ضمن افضل خمسة على مستوى العالم. انت عارف انت بتتكلم بتقول ايه؟ يعني هيتخطى فان دايك مثلا؟ يعني انت لو قعدت تعد على صوابعك احسن خمسة في العالم هتلاقيهم كلهم لاعبين في الجزء الهجومي والوسط الهجومي، مفيش ولا لاعب مدافع فيهم.
فانت بقدره قادر الونش لما هيحترف هيبقى واحد من ضمن افضل خمسه في اوروبا وقيمته الفنيه احسن من قيمه صلاح كمان. معلش معلش نتمنى كده واحنا في يوم مفترق زي النهارده ندعي بالشفاء لكل واحد عقله فوت. اتمنى ناصر ماهر. ناصر ماهر لحد النهارده ما نزلش تويته يهني فيها اصحابه وزمايله في النادي الاهلي او يهني جماهير الاهلي بالفوز بالبطوله العاشره. ناصر ماهر اللي لسه ما زال لحد اللحظه هو لاعب في صفوف النادي الاهلي. ناصر ماهر اللي تخطى كل الحدود وقام بتقديم تهنئه خاصه لرمضان صبحي على صفحته الرسميه في عيد ميلاد رمضان وما احترمش اي مشاعر لجماهير النادي الاهلي. الجماهير اللي انت راكب عربيه وعايش في مستوى محترم جدا بسبب النادي الاهلي ده، فانت ما بتحترمش مشاعر الجماهير لا في حزنها وفي غضبها ولا في فرحها. النهارده جماهير الاهلي فرحانه، حضرتك ما بتقدمش اي تهنئه لا للجماهير ولا للعيبه ولا للاداره ولا لاي حد ولا لنفسك حتى، على الرغم انه يعتبر مشارك مع النادي الاهلي في هذه البطوله. لكن هو شاطر بس يقدم تهنئه لرمضان صبحي في عيد ميلاده اللي فات عشان ما يتحرمش من منتخب مصر الاولمبي. طيب تعال نروح لهاني حتحوت. هاني حتحوت هو راجل محترم لكنه زملكاوي في الاول والاخر، زملكاوي يعني في سنه كده ايه ميلان ناحيه الزمالك. هاني حتحوت اللي قلب الدنيا على شتيمه شيكابالا وقلب الحلقه لمناحه عشان خاطر شتيمه شيكابالا، محدش شافه في الحركه الجنسيه او الاباحيه اللي عملها اللاعب رقم 10، محدش شافه، هو محدش سمع له حس وقتها، وكأن الاعلام كله اتخرس وقتها، الاعلام كله اتقص لسانه ومحدش قدر ينطق نص كلمه او ينتقد او يهاجم اللاعب رقم 10 بسبب الحركات الإباحية بتاعته في ماتش السوبر بين الأهلي وبين الزمالك. ما طلعش هاني حتحوت انتقد إمام عاشور ولا حد شافه بينتقد أو بيهاجم إمام عاشور أو بيطالب مثلا إدارة الزمالك إنها ترحل إمام عاشور عشان التجاوزات بتاعت إمام عاشور في حق النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي. لكن أطلع السيف بتاعي وطلع الطبنجة بتاعتي وطلع السلاح الآلي وطلع كل الأسلحة بتاعتي ووجهها على جماهير النادي الأهلي انتقادات وهجوم ومناحة وليلة سودة سعادتك لمجرد ان جماهير الأهلي شتمت شيكابالا. غلط غلط انك تشتم لاعب ما تعرضش ليك في نفس الوقت، يعني انت عمال تحتفل شيكابالا ما جاش شتمك وانت بتحتفل، يبقى مالكش دعوة بشيكابالا، الحدث اكبر من شيكابالا بكتير. انت كسبان عاشر بطولة في دوري ابطال افريقيا، اللي يخليك تفتكر شيكابالا اصلا؟ فالناس اللي شتمت شيكابالا وقت الاحتفال دول غلط. بس كنت اتمنى من هاني حتحوت ان يكون عنده الجراءة ويتسم بالمهنية واخلاق المهنة، انه زي ما بينتقد الوحش في جمهور الاهلي كان ينتقد اللاعب رقم 10 في الحركات المشينة بتاعته لجمهور النادي الاهلي، ولا ده بلح وده حمادة ما تعرفش. ميدو وبرنامج ميدو عامل شياط وهياج وغليان داخل القلعة البيضاء في ميت عمر. برنامج ميدو اللي هيلاحظ قط اللبس البرنامج بتاع ميدو الاستوديو هتلاقي فيه تلات مربعات ورا ميدو في القعدة بتاعته مع بيتس وموسيماني. القعدة دي كان او المربعات دي كان محطوط فيها تيشيرتات لأندية أوروبية. امبارح في حلقه موسيماني اتشالت المربعات بتاعت البرواز بتاع التيشيرتات واتحط اعلام النادي الاهلي وتم بروازه كلمه نادي القرن في افريقيا بالانجليزي تحت شعار النادي الاهلي. جماهير ميت عقبه زعلانه وغضبانه من احمد حسام ميدو اللي شايفين ان ميدو بيميل للنادي الاهلي وان ميدو ازاي تغير من شكل الاستوديو بتاعك عشان تحط لنا الشعار بتاع الاهلي اللي مكتوب تحته نادي القرن في افريقيا. مش بس كده، لا
ده ميدو اصلا في بدايه الحلقه ذكر الزملكاويه وجماهير نادي الزمالك بحادث من الاحداث الصعبه على جماهير نادي الزمالك، واللي في بدايه الحلقه قال ان الحلقه النهارده هتبقى صعبه عليا جدا عشان انا زملكاوي وكل الزملكاويه وجايب المدرب اللي خد مننا افريقيا. هو ميدو نسي بس حاجة، ان موسيماني ما خدش افريقيا من الزمالك مرة واحدة، لا ده خدها منه مرتين. يعني موسيماني منع وحرم الزمالك، والحرمان وحش، حرمه من الوصول لكاس العالم مرتين. المرة الاولى في سان داونز لما كسب الزمالك 3-0 في الذهاب وفي الاياب خسر 1-0، والمرة التانية كانت امام النادي الاهلي في القضية ممكن. إذن جمهور نادي الزمالك في حالة من التألم والتوجع من مشاهدة ومتابعة بيتسو موسيماني بسبب الحاجتين دول، إنه خد منه دوري أبطال أفريقيا مرتين وحرمه من البطولة مرتين. يبدو إن أبو العلا ماشي في نفس سكة خالد الغندور. أبو العلا اللي كان قبل كده لما كان في قناة أون كان بيتسم بنوع من أنواع الحيادية، وان لما كان بتيجي سيرة النادي الاهلي كان بيتكلم بشكل محترم جدا عن النادي الاهلي، ويقول ان الاهلي لما بيكسب بيكسب بمجهوده والكلام ده كله. ولكن شكله لما راح قناة النادي بقى حاجة تانية وحمادة تاني خالص. ابو العلا شايف ان حصول النادي الاهلي على بطولة افريقيا وفرحة الاهلي دي حاجة طبيعية، لكن وجود الوزير اشرف صبحي في استقبال بعثة النادي الاهلي بطل افريقيا في المطار لا ده عيب. ابو العلا شايف ان انت كده بتفرق، ازاي الزمالك لما يكسب افريقيا في السلة ما تروحش ليه، ولما الاهلي يكسب افريقيا في كرة القدم تروح ليه. انت كده بتزود التعصب يا معالي الوزير من وجهة نظر ابو العلا البشري. لا ده مش ابو العلا البشري، ده ابو العلا الغندور. هو هتلاقي الغندور عضة كده من رقبته، فنقل له الجزء بتاع الجينات بتاعه المؤامرات وجو المؤامرات والكلام ده كله. طيب خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل ارائكم اكيد وتعليقاتكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.